تخص هذه الاتفاقيات اقتناء من طرف سوناتراك 10 محطات إنتاج الأكسجين بغرض تجهيز مستشفيات ومؤسسات صحية وتزويدها بوحدات إنتاج الأكسجين من أجل تعزيز مسعى الدولة ومكافحة كوفيد-19 وتكفل الأمثل بالمرضى الذين يعانون من ضيق في التنفس والأمراض الصدرية بصفة عامة. أما الاتفاقيات الأخرى فتخص إنجاز الهياكل القاعدية من قبل سوناتراك وتجهيز مسرعين وهياكل الاستقبال لمرضى السرطان بالمستشفيات بني مسوس ورويبة. انطلقنا بالعمل مع الزملاء ومع الخبراء بالنسبة للعلاج الإشعاعي أن يكون عندنا في غرب الجزائر في بني مسوس وشرق الجزائر في رويبة ديروا باش نقلصوا من المواعيد وباش نجدوا نجيبوا مسرعات جديدة.